نظام نظام. نعم 306 لا 325. نعم 306 لا 325. إذن جواب لا هو الذي فاز. رئيسة الوزراء. في نقطة نظام المجلس عبر عن ثقته بهذه الحكومة وأنا لا أتعامل مع هذه الثقة بشكل أقل من الجدية. ونعم سوف نستمر في العمل من أجل تحقيق والوفاء بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا بتنفيذ نتيجة الاستفتاء، وأعتقد أن هذا الواجب يتقاسمه معنا جميع أعضاء هذا المجلس. لذلك اقترحت مجموعة من اللقاءات بين مسؤولين النواب الكبار في المجلس، وأدعو إلى جميع وأود أن أبدأ الاجتماعات هذه الليلة. مقاربة الحكومة تتعامل مع هذه اللقاءات بشكل إيجابي لكي نجد حلا لهذه المسألة، وكما قلت سنعود إلى المجلس يوم الاثنين لنقدم اقتراحا جديدا. المجلس وضع ثقته في هذه الحكومة وأنا جاهزة للعمل مع أي عضو في هذا المجلس للعمل لبذل الجهود من أجل النجاح فيما نسعى إليه. شكرا سيد الرئيس. البارحة المجلس رفض النظام. لقد رئيس الوزراء تم الاستماع إليها واستمع إليها في هدوء نسبي ونفس الهدوء ونفس المعاملة ينبغي أن يلقاها زعيم المعارضة والآخرون. هذه هي الطريقة التي تجري بها الأمور هنا. شكرا سيد الرئيس. البارحة المجلس رفض اتفاق الحكومة بشكل كبير جدا، واليوم المجلس صوت بالإدانة لفكرة سحب الثقة. الحكومة ينبغي أن تتخلى عن كارثة الخروج بدون اتفاق، وأنا أدعو رئيس الوزراء إلى أن تؤكد أن الحكومة لن تقبل خروجا بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي. شكرا سيد الرئيس. وأنا أرحب بالدعوة إلى النقاش من قبل رئيسة الوزراء، وبعد هزيمة الحكومة البارحة نحن مستعدون للعمل. وحزب القومي الاسكتلندي مستعد للعمل مع الحكومة، ومن المهم أن نوضح لرئيسة الوزراء أن الانفتاح في هذه المناقشات بالنسبة لتجنب الخروج دون اتفاق ينبغي أن يكون هو الهدف لكي نحقق نتائج جيدة توحد جميع أطراف وأقسام المملكة المتحدة. نقطة نظام. شكرا سيد الرئيس. من موقف الحزب الليبرالي الديمقراطي
إننا نريد أن ندخل في النقاش، لكن من المهم أن تؤكد الحكومة أن الخروج دون اتفاق ليس خيارا أبدا. وفي وقت سابق استبعدت تمديد تطبيق البند 50. هذا المجلس نريد له أن يتولى قيامه بأموره بنفسه. نتيجة اقتراح سحب الثقة اليوم يعكس الالتفاف بين أعضاء حزب المحافظين. أنا دائما أكون سعيدا عندما معارضون يؤكدون قوة هذا التضارب في المواقف. ينبغي أن نفتخر بهذا البرلمان وبالديمقراطية التي فيه. سيد ستون، أنت تتصرف بكرامة. شكرا سيد الرئيس. أتمنى أن هذه الثقة ستسمح لنا بأن نركز على أولوياتنا، ونريد أن ننفذ قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي بما يخدم مصالح بلدنا. لقد تم تمثيلك بصديقك. سيد ولس، الاقتراح الذي سيأتي يوم الاثنين نريده أن يكون جديا، وأؤكد في حال لم يحصل الاتفاق يوم الاثنين أن نعطي الفرصة للشعب لكي يصوت. إذن هو يقترح أن تكون مذكرة أو مقترحا، وفي حال لم تنجح يوم الاثنين وسوف ننظر على ذاك فيما يحدث. لن نقوم بالتزام منذ الآن مسبقا. السؤال هو هل إن هذا المجلس سوف يفض الآن؟ Do not wish to hear the honourable gentleman, the member for Solihull, dilate on the matter of car production in Solihull, which seems an unaccountable choice on their part. I hope that they will leave the chamber quickly and quietly so that the occupant of the chair can hear the honourable gentleman deliver his oration. لا
مشاهدينا أهلا بكم في رصد ردود الفعل بعد نتائج التصويت التي ظهرت من داخل البرلمان، حيث نجت رئيسة الحكومة من حجب الثقة عن حكومتها في التصويت داخل مجلس العمومي البريطاني، حيث صوت 325 عضوا في المجلس لصالح منح الثقة إلى الحكومة، بينما أيد حجبها 306 أعضاء فقط أيدوا حجب الحكومة، يعني قرابة النصف نصف، ولكن بزيادة قليلة أيد 325 عضوا أيدوا أن تكمل مي فترتها على رأس الحكومة، وبذلك ستكون أمام مي مهمة لمدة 3 أيام، وهي أن تعمل على الخطة باء وتقدمها إلى الحكومة، إلى البرلمان مرة أخرى في يوم الثلاثاء القادم، يوم 21 من يناير القادم. ستعمل مي على هذه الخطة وتقدمها للحكومة وعرضها أيضا على أعضاء البرلمان لكي يمنحها الثقة للمضي قدما في إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، حيث يبقى على بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي حوالي 9 أسابيع. من المفترض أن تكمل مي هذه الخطة. الخطة ألف تم رفضها بالأمس بأغلبية أعضاء البرلمان، رفضوا هذه الخطة أمس، وبعد رفض الخطة بأغلبية ساحقة دعا رئيس العمال إلى تصويت الذي تم قبل قليل، وهذا التصويت كان من شأنه أن يسحب الثقة من رئيسة الحكومة، إلا أن أكثر من نصف الأعضاء بزيادة قليلة أيدوا بقاء حكومة رئيسة الحكومة حكومة مي على السلطة، على أن تكمل مهمتها كرئيسة حكومة في المملكة المتحدة وأن تعمل على إجراءات هذه الخطة. بالتأكيد مي ستعمل وستبذل جهدا خلال الفترة القادمة على أن الحصول على مزيد من التنازلات من قادة الاتحاد الأوروبي، من شأنها إقناع البرلمان البريطاني بأن يعطيها الثقة في الإجراء أو في المضي قدما إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي. إذن مي تعمل الآن على الخطة باء، والتي بدأت بها بالفعل اليوم، أمامها 3 أيام، اليوم وغدا والجمعة، ثم يوم ال... هلو هاي هاي وي ار الجزيرة. أنا أحب الجزيرة. نعم، أنتم أحد أفضل القنوات وتقومون بتغطية جيدة غالبا. في الحقيقة في 325 نائبا صوتوا لصالح إعطاء الثقة للحكومة. أعتقد أن هذا كان متوقعا. الحزب المحافظين يريد أن يحتفظ. ما كنت أعتقد أن كوربن سينجح أيضا. هناك فارق كبير، لا أحد يحب اتفاقها لأنه ناعم، ويمكن أن نرى أنه لا تفاصيل فيه، وهو بمثابة صك أبيض لصالح حرية الحركة. هي نتائج متوقعة. إذن هي نتائج متوقعة توقعها الشارع البريطاني، وهي بقاء رئيسة الحكومة في موقعها وفي منصبها حتى الآن. إذن مشاهدينا الكرام، تمت النتيجة كما جاءت إلينا من الداخل، هو تصويت 325 عضوا لصالح بقاء رئيسة الحكومة. النتيجة أتت بعكس ما حدث بالأمس، وهو تصويت أغلب أعضاء البرلمان، أكثر من 400 عضو صوتوا سلبا ضد خطة رئيسة الحكومة، خطة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. نحاول رصد مزيد من ردود الفعل مشاهدينا الكرام حول رد الشارع، فعل الشارع البريطاني على هذا الخروج، عفوا، على نتيجة التصويت لصالح رئيسة الحكومة البريطانية. هلو هاي. هاي. مرحبا. أكثر من 325 نائبا صوتوا لمنح الثقة للحكومة، ما رأيك في ذلك؟ نحن ننتظر لنعرف النتيجة، لأنه من الصعب أن نقول ماذا سيحدث بعد ذلك. إذن
رئيس الوزراء ستظل وهذا شيء جيد. لأنها كانت تبذل جهودا كبيرة من أجل ذلك، ولم يحدث ذلك فسيكون الناس متفرقين، لأن معظم الناس صوتوا للخروج من الاتحاد الأوروبي. شكرا شكرا. إذا نعتقد أن يعتقد هذا المواطن أن بقاء تريزا مي هو الأفضل داخل الحكومة حتى يتم خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. Hello, hi. مرحبا. إذن 325 صوتوا لصالح منح الثقة، هل هذا ما كنت تتوقعون؟ هذا ما كنت أتوقع حدوثه. من سوء حظ جيمي كوربن أنه خسر هذا التصويت، لكن هناك بعض النواب صوتوا لصالحها. أعرف أن أعضاء حزب العمال صديقي كانت بصدد الولادة وجاءت اليوم ولم تتمكن من الحضور اليوم، لأنها بالأمس كانت على كرسي متحرك وكانت ستخضع لعملية قيصرية. يمكن أن تكون قد حضرت ويمكن لا. المرحلة التالية يوم الاثنين، ويوم الاثنين تريزا مي سيكون عليها أن تعود بمقترح جديد سيتم التصويت عليه، لكن التعديل الذي تم الموافقة عليه من الرئيس سيكون مهما، لأني أعتقد أنه بعض المحافظين سيصوتون لأجله، لأنه إذا لم يتم ذلك سيكون هناك استفتاء جديد، وأعتقد أن أغلبية الشعب ستصوت بقاء رئيسة الحكومة على رأس عملها في الحكومة البريطانية. من المترقب أن تعود يوم الاثنين المقبل في الأسبوع المقبل بمشروع قرار يتضمن خطة بديلة للمضي قدما في إنجاز ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي يقترب موعده في الرسمي في 29 من مارس المقبل. إذن على تريزا مي أن تعمل جاهدة خلال هذا الأسبوع حتى يوم الاثنين المقبل في خطة بديلة ستقدمها إلى البرلمان للتصويت على ثقة البرلمان في منح الثقة لهذه الخطة من عدمه، كما حدث بالأمس في الخطة الأولى، الخطة ألف الخطة ألف، والذي تم رفضها بأغلبية ساحقة في البرلمان بأكثر من 400 عضو من أعضاء البرلمان رفضوا خطة رئيسة الحكومة للخروج من الاتحاد الأوروبي. إذن عليها أن تعمل جاهدة مشاهدين الكرام للسعي للحصول على الثقة الخطة التالية، وإن حتى لا تصل البلاد، وإن تم رفض الخطة التالية فالبلاد من المتوقع أن تكون أمام خطة لا اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في الخروج من الاتحاد الأوروبي، وخطة لا اتفاق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سيعرض بريطانيا لكثير من المخاطر الاقتصادية التي يخشاها البريطانيون ويرفضها السياسيون هنا في المملكة المتحدة. خطة لا اتفاق بين المملكة المتحدة وبين الاتحاد الأوروبي في الخروج منه كما تابعنا أمس. الخطة ألف رفضت، الخطة التالية تعمل عليها تريزا مي بعد منحها الثقة من قبل أعضاء البرلمان مرة أخرى بقرابة النصف، ويعني أزيد من النصف بقليل، حوالي 325 عضوا في المجلس صوتوا لصالح منح الثقة إلى الحكومة من جديد، بينما 306 أعضاء
أيدوا حجب الثقة عن الحكومة، وهكذا نجت رئيسة الحكومة من تصويت حجب الثقة عن حكومتها في مجلس العموم البريطاني، والذي دعا إليه حزب العمال زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن أمس، إلا أن تريزا مي نجت من هذا التصويت. عليها أن تعمل كما قلنا مشاهدين جاهدة لكي